متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من اسكندرية، وبنحاول يعني نتابع مع حضراتكم اجواء الطقس المتقلبة بشكل كبير وسريع جدا خلال فصل الربيع. يعني هيئة الأرصاد الجوية حذرت من فصل الربيع اللي هيشهد تقلبات جوية حادة جدا، ويمكن نشوف خلاله جميع فصول السنة وأجواء شتوية في بعض الأوقات زي ما شفنا مع حضراتكم المنخفض الأوروبي، أجواء صيفية شديدة الحرارة زي برضو ما شفنا مع حضراتكم المنخفض الخماسيني، ولكن يعني الأجواء المتقلبة مستمرة. يمكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت ان يوم الاثنين القادم بعد بكرة هنشهد منخفض خمسيني جديد، هترتفع فيه درجات الحرارة بشدة لأعلى معدلات ممكن تشهده البلاد في هذا العام، يعني ممكن درجات الحرارة تصل إلى 40 أو تتخطى 40 في بعض المناطق وبعض المحافظات. اسكندرية يعني هتسجل بداية من يوم الاثنين 30 درجة في العظمى، ودرجات الحرارة هترتفع تدريجيا تصل الى الذروة يوم الثلاث ويوم الاربع، اسكندرية هتسجل 35 درجة في العظمى. طبعا يعني ده بالنسبة لاسكندرية، لكن محافظات اخرى زي القاهرة والصعيد هتسجل درجات حرارة بمعدلات أعلى من كده، يعني قد تتجاوز 40 وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ودي طبعا أعلى معدلات لدرجات الحرارة ممكن تشهدها البلاد هذا العام. ولكن يعني وفق تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أن تلك التقلبات هي أمر طبيعي في فصل الربيع. يعني كمان بالنسبة لما أثير حول الذباب الصحراوي وتعرض البلاد لهجوم من الذباب الصحراوي خلال المنخفض الخماسيني، هيئة الأرصاد الجوية أكدت على أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة، وأنه مجرد إشاعة ولا يوجد ما يسمى بالذباب الصحراوي. ولكن يعني المنخفض الخماسيني قادم هيبدأ من يوم الاثنين وهيكون الذروة الثلاث والأربع، بعد كده يعني بعد ما تسجل اسكندرية 35 درجة في العظمى قد تنخفض بدءا من يوم الخميس، ولكن انخفاض يعني اسكندرية هتسجل 31 درجة في العظمى، وده برضو يعني ارتفاع في درجات الحرارة. يعني اذا موسم الصيف بدأ في محافظة اسكندرية مبكرا خلال فصل الربيع بسبب المنخفضات الخماسينية اللي بدأت تضرب محافظة اسكندرية ومحافظات مصر كلها خلال فصل الربيع. يعني عايزين نأكد لحضراتكم ان يعني المنخفضات الخمسينية اللي بدأت تتعرض ليها اسكندرية وبعض المحافظات خلال فصل الربيع يعني تتميز بارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، طبعا دي سمات معروفة عن المنخفض الخماسيني، يعني قد تكون لسه رياح الخماسين لم تأتي بعد وبتأتي في اليوم الخمسين من فصل الربيع، يعني سميت رياح الخماسين لأنها بتأتي بعد 50 يوم من فصل الربيع، تأتي رياح الخماسين وهي رياح صحراوية محملة بالرمال والأتربة وبترتفع فيها درجات الحرارة جدا خلال فترة رياح الخمسين. ويعني نشكر الله ان
رياح الخمسين يعني بتكون يومين ومش بتزيد عن كده. إذن يعني تحذيرات من منخفض خمسيني آخر قادم، الذروة يوم الثلاث والأربع، ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ويعني قد تتعرض البلاد أيضا لرياح محملة بالرمال والأتربة. إذن تقلبات جوية ربيعية شديدة خلال فصل الربيع، ولكن تلك هي سمة رئيسية في فصل الربيع. إذن يعني نؤكد على حضراتكم بأن ما أشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ذباب صحراوي هذا أمر عاري تماما من الصحة، ولا يوجد ما يسمى بهذا الأمر، وهي إشاعة يعني غير صحيحة يتداولها البعض بشكل غير صحيح، وده اللي أكدته هيئة الأرصاد الجوية عن أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولم تذكره هيئة الأرصاد الجوية ولم تحذر منه. يعني برجاء توخي الحذر خلال المنخفض الخمسيني القادم، طبعا تحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، طبعا ارتداء الكمامة حرصا على صحة حضراتكم، او يعني عدم الخروج الا في الضرورة القصوى، كمان غلق النوافذ في المنازل طبعا تحسبا لدخول الرياح المحملة بالرمال والأتربة. إذن يعني ده تاني منخفض خمسيني تتعرض لي البلاد خلال فصل الربيع، وقد تأتي رياح الخمسين أيضا في اليوم الخمسين من فصل الربيع. يعني النهاردة في اسكندرية طقس ربيعي معتدل، لسه درجات الحرارة لم ترتفع. اسكندرية سجلت النهاردة 24 درجة في العظمى، ويمكن 16 في الصغرى، طبعا يعني تتقارب درجات الحرارة ما بين الصغرى والعظمى كلما اقتربنا من فصل الصيف، واللي كانت بتشهد تباعد كبير خلال فصل الشتاء. لكن يعني هناك نشاط في حركة الرياح بعض الشيء النهاردة في اسكندرية. إذن يعني استعرضنا مع حضراتكم حالة الطقس خلال الأيام القادمة، ومع ذروة منخفض خمسيني آخر قادم هيكون ذروته يوم الثلاث والأربع، ويعني تعرضنا لإشاعة الذباب الصحراوي، إشاعة غير صحيحة تماما ولا يوجد ما يسمى بهذا الأمر. ويعني قلنا لحضراتكم تعليمات لمرضى الجهاز التنفسي، يعني برجاء توخي الحذر. هنتابع مع حضراتكم الأجواء في المنخفض الخمسيني القادم. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في اسكندرية. شكرا.